وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الدودي سبارت. حلقه اليوم النهارده تتكلم عن ليله لقاء السوبر والتشكيله المتوقع في خلال مباراه الاهلي وبيراميدز. طبعا هنتكلم على كل ده، بس قبل ما نخش على مود الحلقه ومتعه الحلقه، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم، وباذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي سيواجه بيراميدز بتشكيل مختلف تماما، رغم اللي فيه مفاجاه في التشكيل، ومارسيل كولر يحضر لباتشوكا. فعلا مفاجات، رغم ان الماتش صعب جدا 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 في الامارات على ملعب محمد بن زايد. لقاء هيكون محترم جدا، لقاء هيكون فيه كمه متعه الاثاره بعد اعتذار نادي الزمالك من لقاء السوبر، علشان بعد دخول عقوبة والتظلمات ووجع القلب اللي احنا دايما كل يوم فيه، احنا شايفين اللي التظلمات والعقوبات ولجنة الانضباط. طبعا التشكيل المتوقع النهاردة اللي هنبدأ بيه مع مارسيل كولر بطريقة هيلعب باربعة ثلاثة ثلاثة، دي من وجهة نظري لتشكيله المتوقع من خلالي ومفاجأة لقاء اليوم. محمد الشناوي في حراسة المرمى، هيلعب محمد هاني ناحية اليمين اللي قدر يظهر بمستوى طيب جدا 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 الفترة اللي فاتت. علي معلول ناحية الشمال، واتنين في قلب الملعب، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. بلعب ثلاثة في نص الملعب، مروان عطية على الدايرة، على يمينه الدبابة المالية وهو اليو جانج، وناحية الشمال على شماله حمدي فتحي صاحب السبعين رئة وصاحب المجهود الجبار. ثلاثة الأمام هيكون بيرسي تاو على اليمين، حسين الشحات على الشمال، وقدام مفاجأة المباراة وهو المخيف المرعب وهو محمد شريف فروه النادي الاهلي اللي هيكون بديل محمود عبد المنعم كهربا. دي مفاجاه تشكيل النادي الاهلي. ايه ده؟ هو كهربا مش كان هيلعب مباراه الزمالك؟ قال له لا يا ابو كباتن، احنا شلنا كهربا بقى، شالوا ارض وحطوا شاهين. شاهين قال ما انتوش لاعبين اهو، هو ده كهربا اللي كان هيلعب. قدر يشيلوه في لقاء الزمالك علشان يلعبوه في لقاء بيراميدز، وقدر يشيلوه من لقاء بيراميدز عشان يلعب. كل الكلام ده نيمان في الدنيا، نيمان في المحيط الاطلنطي، نيمان في الساحل المستديره. وانا بقول لك خدها مني الضمان التعليق العربي، هي مساله العند مع مين؟ مع سياده الموسيقار. هو ده اللي خرب الدنيا، اللي مبوظ الدنيا، اللي الاجواء كلها بايظه من خلاله. اللي ربنا يستر الفتره اللي جايه النشاط ما يتجمدش، زي ما انا بقول لحضراتكم اللي الدنيا الفتره اللي جايه هتكون فيها صعوبه والدنيا هتبقى بايظه، وربنا يستر في اللي جاي. وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق وكل الامنيات وكل الاراء في لقاء السوبر اللي هنتفرج عليه في سهره كرويه جميله جدا 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 ان شاء الله باذن الله. ده كانت مفاجاه تشكيل اليوم مع مارسيل كولر امام باتشيكو. مفاجات هذا اللقاء، وان شاء الله باذن الله باذن الله كده نكون وصلت لنهايه حلقتي. يا رب ان شاء الله باذن الله. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم، وباذن الله اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبارت. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.